الدكتور ايمن فتحي ما بيعملش ملخصات، الدكتور ايمن فتحي بيعمل مراجع علميه محكمه. دي حاجه. ثاني حاجه، انا عرفت ان في برضه بعض الحراميه اللي بره خدوا مؤلفات من عندي وصوروها، وكان مصدر استيائي ان في بعض الطلبه في الدبلومه لجأت للموضوع ده، صورت المؤلفات، عملت منها نسخ مصطنعه. طبعا زي ما انتم عارفين دوت اصطناع لمؤلف علمي، وديت جنحه بيعاقب عليها قانون الملكيه الفكريه. وبالتالي انا مش اعترضت ابدا الطالب اللي علاقي معاه حاجه زي كده ان احنا اولا هنحوله للشؤون القانونيه عشان تفصله من الكليه لان ده حرامي، ثانيا ان احنا هنطلعه على باب شر عشان تتاخد ضده الاجراءات القانونيه اللازمه. طبعا انا عندي احترام ليكم كلكم، وعارف قد ايه انتوا بتحبوني، وانتوا عارفين برضو قد ايه ان انا بحبكم. الكلام ده مش موجه ليكم كلكم، ده موجه لقله معينه، موجه لقله معينه. زي ما بقول الحرامي بسرقته اللي علاقي معاه مؤلف مسروق مني، على طول لن اتردد في اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده. هنفصله من الدبلومه وهنغطي الاسم. طيب. وبيتعرف اللي هيصور حاجه، المؤلف اللي هيتصور بيتعرف. فكروا 5 دقايق وهتعرفوا بيتعرف ازاي. طيب. عايز تستشير المرجع العلمي، المكتبه انا بعت لها كل النسخ الاهداءات اللي جت لي، اطلع استشير المرجع زي ما انت عايز، صور منه في حدود احترام الملكيه الفكريه. طيب ده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله، عشان كده ما حدش يزعل مني لو اذيت حد. طيب النهارده باذن الله رب العالمين، نظرا لضيق ذات الوقت ضيق جدا والوقت بيجري بسرعه، فاحنا النهارده باذن الله هنخلص المؤلف بتاع الوجيز في العقود الاداريه. هيفضل فيه حاجات، الحاجات اللي هتفضل هنأجلها لقدام شويه لما قاعات عندنا في الكليه تفضل، واول ما القاعات تفضل هناخد فيها محاضره زياده نشرح فيها اللي هيفضل منين من المؤلف. احنا خلصنا لغايه صفحه 87 88 88 احنا خلصنا صفحه 140 او 130 عشان نخلص. طيب النظام القانوني للعقود الاداريه، النظام القانوني للعقود الاداريه، زي ما قلت لكم إن النظام القانوني للعقود الإدارية بيتميز بالخصوصية. الخصوصية دي بتظهر من ناحيتين، ناحية إبرام العقد الإداري المتعاقد ليس له أو الإدارة ليس لها حرية مطلقة في اختيار من تتعاقد معه، وإنما هي مقيدة بقاعدة اختيار الأفضل. قاعدة اختيار الأفضل دوت هتؤدي لنتيجة معينة، أن إبرام العقد الإداري يتعين أن يسبقه مجموعة من الإجراءات تسمح وتضمن اختيار الأفضل. عشان كده هنلاقي إن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات نص على طرق معينة لتعاقد الإدارة، اللي هي الإدارة عايزة تتعاقد تتعاقد عن طريق حدد لها القانون المناقصة، وحدد لها الممارسة، وحدد لها الأمر المباشر،
الممارسة والممارسة والمناقصة ليهم أنواع. القاعدة العامة بتاعتهم اللي هي المناقصة العامة والممارسة العامة. هنتكلم عن الجزء ده في التفصيل، ده الجزء اللي احنا هنسيبه لقدام. فاحنا هنسيب إجرام العقد الإداري. الجزء الثاني اللي هو الفصل الثاني، تنفيذ العقد الإداري. صفحة 135. تنفيذ العقد الإداري. المظهر الثاني من مظاهر خصوصية العقود الإدارية. قلنا المظهر الأول في الإبراج، المظهر الثاني في التنفيذ. أنا عندي العقود الإدارية بصفة عامة هي اتفاقات زيها زي العقود المدنية، الاثنين جوهرهم ايه؟ الاتفاق. طيب وطالما الاثنين جوهرهم الاتفاق، يبقى في قواعد معينة بتفرض نفسها على العقود المدنية والإدارية، الاثنين مع بعض، مش الاثنين اتفاق؟ طيب أبرز القواعد دي العقد شراكة المتعاقدين. عندي العقد شريعة المتعاقدين، يعني ايه؟ يعني المتعاقدين يجوز لهم بإرادتهم الحرة إن هم يصيغوا ما يشاءون من بنود في عقدهم، يتفقوا مع بعض على اللي هم عايزينه في حدود النظام العام والايه؟ والأداء. اتفقوا مع بعض على اللي هم عايزينه، القاعده دي اسمها ايه؟ العقد شريعه المتعاقدين. بقى العقد بتاعهم قانون. العقد بتاعهم بقى ايه؟ قانون. يعني ايه قانون؟ قانون يعني ملزم. قانون يعني ملزم. هو القانون مش ابرز ما يميزه الانسان؟ بس هو ما بقاش قانون على كل الناس. ده هو بقى قانون في العلاقه بين الاثنين دول بس. يعني هما الاثنين عملوا قانون خاص بينهم. هما الاثنين عملوا قانون خاص ايه؟ بينهم. يعني مش عارف لما بسمع الكلمة دي بيجي في دماغي مقطع من اغنية. مش عارف عيش زمانك على كيفك وعيش زمن من تأليفك. هي موضوع العقد شريعة المتعاقدين زي كده. الاثنين بيعيشوا زمن على كيفهم ومن تأليفهم. اللي هم هيتفقوا عليه هيبقى القانون بينهم هم الاثنين. كلمة شريعة لما تتفكر فيها بيجي معنى ايه؟ قانون ملزم. هو قانون ملزم وهم ليهم هم الاثنين بس. طيب عندي صفحة 135. العقد شريعة المتعاقدين يعني ايه؟ يعني حقوق المتعاقدين والتزاماتهم انما تتحدد على ضوء نصوص العقد المبرم بينهم. عندي حكم المحكمة الإدارية العليا. اقروه سركم، اقروه مع بعض، اقروه سركم. تحت اخر سطرين في الحكم. وما رد ذلك ان ما اتفق عليه طرف العقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها ارادتيهما ورتب على اساسه وترتب على اساسها ورتب على اساسها كل منهما حقوقه والتزاماته. عرفتوا يعني ايه معنى العقد شريعه المتعاقدين؟ طيب أنا دلوقتي أنا وأنت نتفق على اللي إحنا عايزينه. كتبنا اللي إحنا اتفقنا عليه دوت في نص مكتوب عشان الإثبات بس. بس إحنا اتفقنا هو دوت جوهر العقد. يبقى لازم للقاعدة الثانية اللي تحكم تنفيذ العقد، يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه من بنود وشروط.
وبطريقه تتفق مع حسن النيه. خلاص اتفقنا؟ يبقى ايه؟ لازم ننفذ الاتفاق بطريقه تتفق مع ايه؟ مع حسن النيه. ديت القاعده الثانيه في تنفيذ، القاعده الثانيه اللي بتحكم تنفيذ العقد. المدني زيها زي ما بتحكم تنفيذ العقد الاداري. عندي المحكمه الاداريه العليا بتقول من المبادئ المسلمه ان العقود تخضع لاصل من اصول القانون يقضي بان يكون تنفيذها بطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. وهذا الاصل يطبق في العقود الاداريه شانه شان العقود الايه؟ المدنيه. قضاء تاني وراه اقروه مع نفسك. معلش يا جماعة ساعة وعب. كنت بقولوك على فكرة مسابين على كده، ده علم. ساعة وعب وبعدين حسوا بالدفء، حسوا بالدفء بعض شوية. حكوا والله العظيم انا فاكر لما كنت في فرنسا الواحد عايش يعني الناس كلها كل واحد بعيد عن التاني بمسافه مش عارف كام متر كده، والناس قاعدين يعني محدش يقرب من التاني خالص، هم عندهم القواعد ديت. لما انت تقرب من حد ممكن يتفاجع منك جامد. والله لان هو يعني ايه في تحفظ، لو انت قربت منه جامد يبقى انت عايز تعتدي عليه فبيخاف منك جامد جدا. ما عندهمش هم الكونفيفياليتي بتاعتنا اللي هي المحبه ديت وان الناس يعني. طيب المهم خلينا في الحكم بتاعنا. اخر ثلاث سطور. وكلما نشا العقد صحيحا وملزما كان تنفيذه واجبا، فاذا لم يكن المتعاقد بتنفيذ اي التزام من التزاماته التعاقدية كان خطأ عقديا، لأن العقد يقيد طرفين. كل كلمة أقف عندها. ويعتبر شريعتهما في شأن تنفيذ الالتزامات الواردة فيه. يبقى تالت قاعدة تحكم تنفيذ العقد أن التخلف عن تنفيذ أي من بنود العقد يعتبر خطأ إيه؟ خطأ عقديا. رابع قاعدة بتحكم تنفيذ العقد عند حدوث خلاف حول تنفيذ العقد يتولى القاضي تفسير بنود العقد. أنا وأنت اتفقنا وكتبنا عقد، صار بيننا بعد كده خلاف، أنت بتقول له أنت ملزم، هو بيقول لك لا أنا مش ملزم، إحنا ما اتفقناش على كده. يا عم البند الخامس من العقد ولا البند السادس بيقول كذا كذا كذا. ده تفسيرك أنت. إنما لا إحنا ما اتفقناش على كده، البند الخامس أو السادس بيقول كذا 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 بمعنى تاني غير اللي أنت شايفه. هنساعدك نعمل إيه؟ كل واحد يطلع سكينة وأضرب التاني يخلص عليه؟ طلع مسدسات ونخلص على بعض؟ ها؟ نروح للقاضي. القاضي هيتولى تفسير الإيه؟ العقد. في عدة مبادئ بتحكم تفسير العقد. المبادئ ديت هي واحد. بالنسبة عشان المغرب اللي بيتنا الجماعة الصايمين، أنا كنت كان زميلكم استأذني وأنا قلت له اطلعوا افطروا بره، أنا سمحت لكم إن أنتوا تفطروا مطرح ما أنتوا قاعدين، بس يعني إيه ما تاكلوش كتير قوي يعني عشان دي تركزوا. طيب. واحد العبارة الصريحة الواضحة لا تحتمل تأويلا. يعني القاضي وهو بيفصل قدامه العبارة صريحة واضحة خلاص ما فيهاش خلاف، ما فيهاش كلام ياخد بيها. ما يقدرش ان هو يحاول يأولها، ما يقدرش يحاول يفسرها طالما العبارة صريحة وايه؟ واضحة. ما عملش كده يبقى أخطأ والحكم بتاع القاضي يستحق الطعن. طيب اتنين عبارات العقد يجب ان ينظر اليها على انها وحدة واحدة، فبعضها يفسر بعض. يعني انت ممكن يرد في العقد عبارة مطلقة فوق، القاضي يقول لك خلي بالك العبارة المطلقة ديت مقيدة بعبارة تانية وردت في اخر العقد.
هتقول له بس دي ما جاتش وراها على طول، يقول لك اه بس طالما العباره الثانيه اللي جت في اخر العقد دي بتوضح ان انتوا قصدكم الحقيقي، قصدكم الحقيقي اللي اتجهت اليه نيتكم ما هوش العباره الاولانيه، لا ده العباره الايه؟ الثانيه. عشان كده بنطلع بقاعده من قواعد التفسير اسمها الخاص يقيد الايه؟ الخاص يقيد العام. ديت المباني اللي تنطبق على العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية. بس احنا قلنا أنه إذا كانت هناك أو إذا كان هناك عدد من المبادئ بتنطبق على كل العقود باعتبارها في جوهرها مجرد اتفاقات، فإن العقود الإدارية تتميز بأن هي إيه؟ يتم إبرامها وتنفيذها وفقا لنظام قانوني خاص له قواعده التي تحكمه، اللي هو نظام الايه؟ العقود الإدارية. عشان كده العقود المدنية او انا اسف العقود الإدارية، عشان كده عقود الإدارة المدنية لما نيجي نطبق عليها، لما نيجي تنطبق المبادئ دي في مجال العقود الإدارية هيحصل لها تقييد، هيحصل لها تقييد بمقتضى ايه؟ بمقتضى مبادئ القانون الايه؟ العام. التقييد دوت هيؤدي في الاخر لان احنا نعمل نوع من انواع المصالحة. انا عندي مبدئين متعارضين هنعمل بينهم ايه؟ مصالحة. المصالحة ديت هينتج عنها توليفة، قواعد جديدة، لا هي قواعد عام قوي ولا هي قواعد خاص ايه؟ خاص قوي. عملنا ايه؟ توليفة، انتجنا نوع جديد من الايه؟ من المبادئ. طيب المثل الابرز على ذلك حق الادارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة. احنا مش بنقول ان العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه من بنود وبطريقه تتفق من حسن النيه، مش المبادئ بتقول كده؟ المبادئ العامه. طيب اما ليه ان احنا ندي للاداره حق تعديل العقد بارادتها المنفرده؟ ده استثناء على المبدا. طيب الاستثناء ده هيمشي الى اطلاقه؟ لا، هنلاقي ان حق الاداره في التعديل له قيود ترد عليه. يبقى احنا مبدا العقد شريعه المتعاقدين حده او تصالح مع مبدا تاني اللي هو ايه؟ مبدا دوام سير المرافق العامه وقابليه المرافق العامه للتعديل والتغيير. نتج عنه ايه؟ ان احنا ندي للاداره الحق في التعديل بس مقيد. الحق في التعديل مقيد ما هوش مطلق. طب والقيد ده نابع من ايه؟ هو في الحقيقه انعكاس لقاعده ايه؟ لقاعدة وجوب تنفيذ العقود وفقا لما اشتملت عليه من بنود وبطريقة تتفق مع حسن الناس. بقى عندي توليفة هنا، المبدأ اللي طالع اللي هو حق التعديل المحدود دوت توليفة. توليفة من المصالحة أو من المزاوجة بين مبادئ القانون العام ومبادئ القانون الإيه؟ الخاص. طيب. لو احنا جينا قلنا إن العقد بيعمل قانون. بس قانون فين؟ بين طرفين. قانون بين طرفين ما بيسريش غير على طرفين. ها؟ فين؟ هيبقى مقيد. اتفضل شوفوا اتفضل يا عم. زمايلكم بتسأل بيبقى مقيد ايه؟ بيبقى مقيد بالعديد من القيود. أولا التعديل يجب ألا يؤدي لتغيير نوع العقد. أنا وأنت متفقين على عقد توريد. ما تطلبليش تعديل بحيث ان انت تحول العقد دوت لعقد مولاه. دي حاجه. احنا متفقين على ان انت توضح لي حاجه معينه. الاداره دي هتعدل في حدود كميه معينه من التوريد، يعني مثلا زود لي 10%، 15%، 20%، انما ما تقدرش تقول لي زود لي 100%. فانت في الحاله ديت عايز مورد تاني، شركه تانيه كبيره تقدر تقوم بكده، انت كده بتعمل ايه؟ بترهقني، انا ما اقدرش على كده. فهو الحق مقيد بايه؟ بقيود. حق التعديل مقيد بقيود، هندرسها بالتفصيل قدام.
طيب احنا قلنا العلاقات بين الطرفين، العلاقات اللي بين الطرفين ديت عباره في الحقيقه عن ايه؟ عن حقوق، حقوق لطرف. طالما انا بقول هو حق يبقى معنى كده يقابله ايه؟ التزامات. يبقى حقوق الاداره يقابلها التزامات المتعاقد معاه، حقوق المتعاقد يقابلها ايه؟ التزامات الاداره. يبقى احنا هنكتفي من هذه الوجهه، وشوفوا لما تيجي تقسموا بحث بيقسموه ازاي، هنكتفي بان احنا ندرس الحقوق بس، لان بكل بساطه الحق بيقابله ايه؟ التزام. فاحنا هنقسم بحثنا المبحثين، مبحث نتكلم فيه عن حقوق الاداره، ومبحث نتكلم عن حقوق المتعاقد ايه؟ المتعاقد معاه. حقوق الاداره. حقوق الإدارة ممكن نقسمها لنوعين من الحقوق. حقوق أثناء تنفيذ العقد. حقوق الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد. اللي هي تشمل حتى الإدارة في الإشراف والتوقيت وحقائق توقيع الجزاءات. يبقى حقوق الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد، ودي تشمل حاجتين، حقائق الإشراف والتوقيت وحقائق في توقيع الجزائر. دي في مرحلة التنفيذ. وبعد كده عندي حقوق تانية أو سلطات متعلقة بالعقد ذاته. متعلقة بالعقد إيه؟ ذاته. اللي هما حاجتين، الحق في تعديل العقد، والحق فين؟ في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة. خلينا في النوع الأول من الحقوق اللي هو موضوع المطلب الأول. حقوق الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد. من فترة كبيرة أيضا. أعمل بعد إذنك كلام بكرة. بني روح. ما تدخلش حد من هنا تاني. أنا قلت له والله حاضر إن شاء الله. بس. دخل الناس من ورا. الناس اللي جاية ما لهاش كراسي، صار خبز وكراسي من القاعات الفاضية ديت عشان يقعدوا. وعايز انا كوبايه ميه عشان اجي ناشف. ماشي؟ ماشي يا ماما. مش هنبقى كده عشان مساعدش. طيب. أول حاجة حق الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد. منتظرين تشاور معايا قدامي يعني؟ ها؟ عند حق الإدارة في الإشراف والتوقيت. حق الإدارة في الإشراف والتوقيت. احنا لو جينا بصينا لقواعد القانون الخاص بصفة عامة، هي بتدي للمتعاقد حق المشاركة، اللي هو الحق في مراقبة تنفيذ العقد. بس الحق ما هوش حق الإشراف والتوقيت، ده حق ايه؟ مراقبة تنفيذ العقد. حق الإشراف والتوقيت بيدي للإدارة حق الإشراف والتوقيت اللي هو ملوش نظير في القانون الخاص. بيدي للإدارة الحق في إن هي تتابع التنفيذ تحت عينيها، وتدي للشخص اللي ينفذ العقد أوامر. يديله إيه؟ أوامر. هو لازم عليه يلتزم بيها. ما التزمش بيها يبقى خطأ عقدي وهتوقع عليه الإيه؟ الجزائر. طيب. الحق في توقيع الجزائر. وهنا بقى ركزوا. إحنا هنركز على حق التوقيع الجزائي. ليه؟ ديت الكلام اللي انا جايبه هنا هي النظريه العامه للتحكم التوقيع الجزائي. من اول المحاضره الجايه هنبدا ندرس في غرامه التاخير اللي هي تطبيق للنظريه او احد فروع النظريه الايه؟ العامه. طيب سلطه الاداره في التوقيع الجزائي. النظام القانوني، النظام القانوني العام بيعترف للإدارة بالحق في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها بإرادتها المنفردة وبمقتضى قرار يصدر منها وبدون حاجة للجوء للقضاء، وبدون حاجة للجوء للقضاء. طيب يا جماعة ساعوا بعض، ساعوا بعض. مش وسعوا لزميلتكم، ساعوا بعض.
ساعوا بعض. تعالي في اماكن هنا قدامه يا جماعه، شايف في فراغات؟ تعال تعال. في اماكن هنا يا شباب. خش من ورا. شفت الوقت حتى ساعة الله. تعالى يا أستاذ، في أماكن هنا. ماشي ماشي يا جماعة، خش كده شوية. لو سبت السودة دي. نركز نركز بس. سلطة الإدارة توقيع الجزائر. قلنا قلنا ان الإدارة الحق في توقيع الجزاءات لقضيتها المنفردة وبدون حاجة للجوء للقضاء. يعني ايه بدون حاجة للجوء للقضاء؟ المفروض انت بتدعي بتدعي كمتعاقد ان الشخص الطرف الاخر في العقد اخطأ، لم يكن بالتزامه كما يجب. يعني هيعمل ايه؟ رايح يذبحه؟ هتروح للقضاء ترفع دعوة تقول فيها ان الشخص دوت لم يكن بالتزامه كما يجب، والقضاء يتولى يحكم لك، وبعد كده انت تاخد الحكم وتروح تنفذه. في العقود الادارية لو عملنا كده يبقى الموافقة العامة هتتوقف. لو احنا عملنا كده في العقود الادارية يبقى المرافق العامة هتتوقف. العقد الاداري هو متصل بمرفق ايه؟ بمرفق عام. المرفق العام بيأدي خدماته لكل الناس. وبالتالي لو احنا لو الادارة سابت المرفق العام متوقف او مهدد بخطر الطاقة وطلعت تجري تهرول في ساحات المحاكم طالبه من القاضي ان يحكم لها بحقها، والقاضي ياخد له 5-6 سنين عقبال ما يحكم لها، يبقى نقفل المرافق العامه ونقعد على جنب احسن. المستشفيات هتقفل، المدارس هتقفل، مرفق البوليس اللي هو الامن هيقفل، ما هو كمان عايز سلاح، واللي بيجيب له السلاح واحد مواطن. هنسيب بقى مرفق البوليس او راجل الشرطه من غير اسلحه عاوزين نرفع قضيه عن مورد بتاع السلاح. المستشفيات نسيب العيانين من غير كلوكوز، ولا نسيبهم مثلا من غير سراير، ونروح بقى نجري ندور على الغلط ندور على حقها في المحاكم؟ لا، القانون بيديها سلطه. بيديها ايه؟ سلطه. بيديها امتياز من امتيازات السلطه العامه. واحنا قلنا ان نظريه العقود الاداريه كلها او العوامل المحدده للعقد الاداري كلها بتجتمع في عباره واحده اللي هي عباره الايه؟ السلطه العامه. الإدارة بتتعاقد في العقد الإداري باعتبارها إيه؟ باعتبارها سلطة عامة. وطالما هي سلطة عامة يبقى تقدر تطلع قرارات وتنفذها عافية. تنفذها بطريقة التنفيذ المباشر. بما فيها طريقة التنفيذ الجبري اللي هو عافية. وإحنا الكلام ده هنشوفه بالتفصيل إزاي. طيب، يبقى أول حاجة الحق في توقيع الجزاءات هو أحد مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية. طيب، نظرية الجزاءات طلعت من بدأنا نتكلم عنها. أنتوا عارفين إن نظريات القانون العام كلها نظريات فرنسية المنشأ. إحنا خدنا القانون الإداري من فرنسا بعد ما تبلور، خدناه ضفنا عليه. فنظرية الجزاءات بدأوا يتكلموا عنها من فرنسا من أيام حكم اسمه ديبلوم. ديبلوم دوت سنة 1907. يعني الحكم دوت بقاله كام سنة؟ 910 سنة. الوقائع بتاعت الحكم بتتلخص بكل بساطة، الإدارة كانت متعاقدة مع ملتزم مرافق عام أو شخص بيدير مرفق عام. فالإدارة ما حطتش في العقد بتاعها جزاءات معينه توقعها على هذا الشخص لو اخل، فهو الشخص اخل.
راحت الإدارة رايحة رافعة قضية قدام مجلس الدولة الفرنسي. فالشخص الآخر اللي هو الطرف الآخر في العقد دفع بإن طالما العقد ما فيهوش جزاءات معينة زي غرامات مثلا أو تعويض معين، يبقى الإدارة ما تقدرش إن هي تطالب بتوقيع أي جزاءات ولا حتى وفقا للقواعد العامة بتاعت القانون الملكي. فجاء القاضي مجلس الدولة الفرنسي قال لهم لا، رد على الدفع دوت وقال ان الإدارة ليها الحق في ان هي توقع جزاءات او تطالب بتوقيع الجزاءات وفقا للقواعد الايه العامة. طيب الكلام دوت ما فيهوش مشكلة، ايه اللي حصل يعني؟ ما هي بتوقع بس وفقا للقواعد العامة عن طريق القاضي. في الحقيقة الحكم ده بعد كده تطور. التطور بدأ من أول 1912. القاضي الإداري اعترف للإدارة بالحق في توقيع الجزاءات بإرادتها المنفردة. ده رقم واحد. اتنين، حتى ولو لم يشتمل العقد على تعداد هذه الجزاءات، حتى لو احنا مش متفقين على جزاءات خالص، يبقى القاضي اعتبر ان الحق دوت مصدره لايه؟ القواعد العامة. ده في التطور بتاع حكم ايه؟ دبلوم. ديت هي نظرية الجزاءات. طيب نظرية الجزاءات، حق الإدارة بتوقيع الجزاءات، الحق دوت لا يستهدف إعادة التوازن المالي للعقد. يعني ايه؟ الإدارة ما بتقولش إن الشخص دوت بفعله أصابني الضرر وأنا باخد منه تعويض عشان اصلح الضرر. احنا ما بنتكلمش على ضرر خالص، ما لناش علاقه بالضرر. اما لينا علاقه بايه؟ هدفه الاساسي، هدف الجزاءات ديت الاساسي هو الوصول لتنفيذ العقد. سيبك بقى من الضرر ومش من الضرر، ده مش موضوعنا. احنا اللي عايزينه ايه؟ حاليا دلوقتي ان العقد يتنفذ. يبقى الجزاءات لا تقترن بالضرر. جزاءات هدفها تنفيذ الوصول لتنفيذ العقد الايه؟ الإدارة. المسؤولية التي توقع الجزاءات في العقود الإدارية لها خصائص مشتركة. أولها هي لا ترتبط بفكرة الضرر، وإنما بفكرة الإخلال بالتزام عقدي. أنت خليت بالتزام عقدي، الإخلال دوت بالنظر لأن العقد مرتبط بمنفق عام بيهدد المنفق العام بخطر التوقف. إذن إحنا هندي للإدارة الحق في توقيع جزاءات تستهدف إيه؟ تستهدف الوصول لتنفيذ العقد. لا إحنا بنتكلم على ضرر ولا حاجة، إحنا بنتكلم على إخلال حصل، عايزين العقد يتنفذ، ده اللي يهمنا دلوقتي. طيب الإدارة من ضمن القواعد العامة إن الإدارة تملك الحق في توقيع الجزاءات بإرادتها المنفردة بدون حاجة للرجوع للإيه؟ للقضاء. الرقابة القضائية حق خطير، صح ولا مش صح؟ الإدارة ليها الحق في توقيع جزاءات على المتعاقد معاها بإرادتها المنفردة، حق خطير ولا مش خطير؟ حق خطير، حاجة تخوف، صح؟ طب افرض الإدارة استبدلت، افرض الإدارة ظلمت المتعاقد معاها، فرض الإدارة نسبت للمتعاقد معها خطأ هو لم يرتكب، قالت له مثلا انت تأخرت، في حين ان الإدارة هي اللي تأخرت. هل هنا الإدارة بحاجة للجوء للقضاء؟ لا، هي معاها قرينة اسمها قرينة المشروعية. اسمها قرينة الايه؟ المشروعية. يعني احنا بنفترض ان كلام الإدارة سليم وكلام مصادر، وبالتالي الإدارة هتاخد عمالها، الإدارة تاخد عمالها وتنفذ على حساب الشخص ده. تنفذ على حسابه، هو ما غلطش، هو ما عملش حاجة غلط. طب وبعدين؟ طب والراجل ده هيعمل ايه؟ يبقى إذا الرقابة القضائية في المجال دوت مهمة جدا، لأن الشخص بيتعامل مع الإدارة. الإدارة بعمالها، شوف الإدارة عندها 7 مليون موظف، بالاموال اللي عندها اللي هي الخزنه العامه للدوله، يبقى الشخص دوت في حاجه ليه؟ لحمايه. ده هو دوت الطرف الضعيف. يبقى اذا
الرقابه القضائيه ليها اهميه كبيره جدا في الحفاظ على حقوق المتعاقد مع الايه؟ مع الاداره. طيب القاضي هينظر للخلافات دي او هينظر هيعقب على سلطه الاداره التوقيع الجزائي من خلال ايه؟ دعوه الالغاء ولا دعوه القضائيه الكامله؟ برافو عليك، من خلال دعاوى القضاء الكامل. طب دعاوى القضاء الكامل بيميزها عن دعوى الإلغاء ايه؟ سلطة القاضي البدائي. القاضي لأن هو يبطل قرار الإدارة. خلي بالكوا احنا بنتكلمش عن إلغاء، لأن الإلغاء دوت في دعوى الإلغاء، احنا بنتكلم عن دعوى عقد، يبقى القاضي يستطيع أن يبطل قرار الإدارة. شوفوا الفرق بين صح البطلان ولا ايه؟ ولا إلغاء. يبقى القاضي يبطل قرار الإدارة. يعدل قرار الإدارة، يعوض المتعاقد مع الإدارة، كله بحسب ظروف كل دعوة، كله بحسب ظروف كل إيه؟ كل دعوة. يعني مثلا إذا الإدارة سحبت منه العمل بطلان القرار يترتب عليه إيه؟ إن إحنا هنرجع له العمل تاني. طيب إذا كان القاضي عقبال ما حكم ببطلان القرار دوت كان الإدارة خلصت التنفيذ، هيعوض. طيب القاضي في دعوى الإلغاء المفروض ان هو يقتصر على المشروعية، والمشروعية كقاعدة عامة لا تمتد للملائمة. يعني ايه؟ يعني القاضي المفروض في دعوى الإلغاء يشوف اذا كان القرار صدر خلافا للقانون ولا موافق للقانون. هنا الملائمة أحد عناصر المشروعية. يعني إيه؟ يعني مثلا الإدارة هو اتأخر يوم، واحد جت الإدارة فسخت العقد، هو اتأخر ده غلط صح؟ هو اتأخر ده غلط صح ولا مش صح؟ طيب هي فسخت العقد ده جزاء، هي فسخت العقد ده إيه؟ جزاء. المفروض يكون في تناسب ما بين الجزاء وبين الخطأ، ده اسمه إيه؟ ملائمة. دي الرقابة، ده اسمها رقابة إيه؟ ملائمة. انت بتراقب على الملائمة، التناسب بين سبب القرار وبين محل الايه؟ القرار. القاضي بقى في دعوى القضاء الكامل ليه رقابة الملائمة، وعشان كده هو يقدر يعدل الايه؟ الجزاء، يقول لها لا وقفي عندي، ما هوش تنفيذ، طبقي عليه غرامات تأخير بس، هو مش تأخر يوم خدي منه ثمن اليوم ده، انما ما تسحبيش منه العمل ولا تلغي العقد او تفسخ العقد. انواع الجزاء في العقود الاداريه: غرامات التاخير، جزاء متنوعه اللي هي غرامات التاخير، التنفيذ على حساب المتعاقد، مصادره التامين، فسخ العقد. كم جزاء؟ اربعه، هم دول الاساسيين. في حاجات تانيه بس ما يعني مش شائعه قوي. يبقى عندي غرامه التاخير، مصادره التامين، دي اسمها جزاءات مالية، تنفيذ على حساب المتعاقد، ده جزاء عيني، فسخ العقد، انهاء الرابطة التعاقدية بطلب. اولا الجزاءات المالية اللي هم حاجتين، غرامات التأخير ومصادرة الايه؟ التأمين. غرامات التأخير، غرامات التأخير تتمثل في مبالغ مالية محددة بتلزم بها الإدارة المتعاقد معها في حالة إقباله بتنفيذ التزاماته العقدية في موعده. غرامات التأخير بتعد من الجزاءات العقدية المعروفة والشائعة في العقود الإدارية سواء في فرنسا أو في مصر. الفترة دي بس علموا عليها، الباقي الراية. الراية بسبب بسيط جدا، لأن إحنا هندرس مؤلف بالكامل عن غرامات التأخير. فبعد المؤلف دوت لو أنتم ما بتبقوش عارفين غرامات التأخير دي تبقى نصيبة صور. ماشي، مصادرة التأمين. على فكرة يا أولاد، أنا بركز على الجزء ده كمان لأنه مهم جدا في الواقع العام. أنا عشان مثلا أكتب فرد دوت لو درست 1000 حكم قضائي أكثر من 900 حكم فيهم كان في الجزائر. يعني معنى كده ان الجزاءات هي اهم حاجه في الواقع العملي فين؟ في العقود الاداريه. والمنازعات بتاعتها بالملايين. المنازعات بتاعتها بايه؟ بالملايين. وعلى فكره مش اي حد زي ما قلت لكم يعرف في العقود الاداريه.
مش اي حد يقدر يشق غمار العقود الاداريه. ده موضوع صعب وموضوع محتاج تقنيه عاليه وحرفيه عاليه. وانا عشان كده يهمني ان انتوا تتعلموا كويس الجزء ده من صدر التأمين. مصادر التأمين هي عبارة عن استيلاء الإدارة. وكلمة أنا آسف كلمة استيلاء ديت من غير إيه؟ شيلوا ليه؟ استيلاء من غير إيه؟ مش ماشي استيلاء، اسمها استيلاء. استيلاء الإدارة على المبلغ المالي اللي بيودعه المتعاقد معها ليضمن لها ما لا آكل لمواجهة مسؤولياته في حالة إخلاله بشروط العقد. بكل بساطة مصادرة التأمين عبارة عن ايه؟ القصة كالتالي. المتعاقد أول ما بيجي يقدم نفسه كمتعاقد، احنا قلنا إن الإدارة بتتعاقد عن طريق طرق معينة اللي هي ممكن مناقصة، ممكن مزايدة، ممكن ايه؟ ممارسة، ممكن أمر مباشر، أي طريق. اي طريق من طرق التعاقد المفروض وهو الشخص داخل يتعاقد بيودع مبلغ اسمه مبلغ التأمين المؤقت. التأمين المؤقت دوت هدفه، الهدف بتاعه الوحيد ان احنا نضمن ان الشخص لما يرسو عليه التعاقد، لما يقول ان الشخص ده هو اللي هنتعاقد معاه يكمل العقد. ليه؟ هو ممكن يخلع، ممكن يخلع، ممكن يخلع. تخيلوا مثلا المنصات والحاجات دي، المنصات والحاجات دي اللي كمل قبل ارتفاع سعر الدولار. المنصات انت عارفين ان احنا في مصر هنا بسم الله ما شاء الله بنستورد كل حاجه، مفيش حاجه واحده بنصنعها. طيب انت قدمت المنصه بتاعتك وفقا لشروط معينه او لبنود ماليه معينه، النهارده الدولار كان ب 8 جنيه او كان بكام؟ ستة ثمانية مش عارف. المهم تاني يوم او خلال هم مثلا المناقصه دي خلت لها اجراءات شهر اثنين، في خلال الشهر ولا الاثنين بقت ب 20 دولار ب 19 جنيه ولا 18 جنيه. ساعتها انت هتخلع ولا مش هتخلع؟ ها؟ هتبقى عايز تكمل تعاقد؟ ها؟ لا. فهتخلع عايز صدره الايه؟ التأمين. وبصراحه انا لو مكانك انصحك ان انت تخلع. مصادرة التأمين حاجة بسيطة جنب اللي هيتعمل فيه قدام بالتنفيذ على حساب المتعاقد وفسخ العقد والحاجات دي. طيب. بعد ما يرسوا عليك التعاقد أنت المفروض بتعمل إيه؟ تكمل التأمين المؤقت لتأمين نهائي. بيوصل 10% من قيمة الصفقة. هتيجي تكمل التأمين المؤقت، المبلغ اللي أنت دفعته غالبا بيكون في حدود 2-2.5% من قيمة الصفقة. تحط عليهم بقى 7.5 عشان يبقوا ايه؟ 10. طيب مبلغ التأمين دوت ليه فوائد متعدده. الفوائد بتاعته حاجتين، في حاله الجزاءات وفي حاله استيفاء الاداره لحقوقها. يعني مصادره التأمين اللي هي تتمثل في استيفاء الاداره على مبلغ التأمين ممكن يكون كجزاء وممكن ما يكونش كجزاء خالص. اللي هو ايه؟ استيفاء الاداره لحقوق، وسيله من وسائل استيفاء الاداره الايه؟ لحقوق. كجزاء. كجزاء القانون، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات نص على مصادره التامين كجزاء تبعي. لما اقول لك جزاء تبعي يبقى هو تابع لجزاء اصلي. يبقى في جزاء اصلي بيتوقع بحكم القانون ولازم يجب على الاداره ان هي تصادر التامين بتاعه. التأمين بتاعك اللي هو 10%. طيب هو جزاء تبع ايه؟ اولا تنفيذ على حساب المتعاقد. لو الإدارة نفذت على حسابك يعني مش بس هتخرب بيتك وتنفذ على حسابك، ده كمان هتصادر منك 10% من قيمة الصفقة. او فسخة العقد كجزاء، وهنندرس حالات الفسخ في المحاضرة ديت، هتصادر برضه منك الايه؟ التأمين. يبقى التأمين هنا هو جزاء اصلي، هو جزاء ايه؟ تبع. وليه احنا قلنا تبعي؟ لان انتوا عارفين ان القاعده في العقوبات الجنائيه التبعيه
ان هي بتلحق بالعقوبه الاصليه بقوه القانون وبدون حاجه نمك بيها. كويس، لو الاداره ليها سلطه تقديريه كنا قلنا ده ايه جزاء تكميلي، انما ما هوش تكميلي، هو ايه تبع. طيب التامين دوت اللي هو ايه مصادره التامين لجزاء. مصادره التامين بقى كوسيله لاقتضاء حقوق الاداره. الفرض ان مفيش جزاء، الفرض يعني ايه؟ ان هو من جزاء تبع. انت مثلا الاداره انت اتاخرت، الاداره وقعت عليك غرامات تاخير. وقعت عليك غرامات ايه؟ تاخير. هي بقى هتروح قدام القضاء ترفع محكمه عشان تستوفي هذه ترفع قضيه عشان تستوفي هذه الغرامات؟ لا، انت ال 10% تحت ايديها، تعالى حبيبي هات. طيب بعد ما انهينا الصفقه اتضح مثلا ان الاداره دفعت لك فلوس زياده عن اللي انت تستحقها، هتروح الاداره ترفع قضيه عليك؟ لا، تحت ايديها التامين، هتروح واخده منك. طيب في الحالات دي هل احنا بصدد مصادر التامين كجزاء؟ لا، مش جزاء، ده ايه؟ استيفاء الاداره لحقوقها الايه؟ الماليه. عندكم حكم اللي هو الحكم بتاع 28/4/2015 روكس روك. بعد اي اسئله بعد المحاضره خلينا نمسك شويه. عندكم الحكم رو كده رو وحسوه، حسوا الحكم. والله كل حاجه في الدنيا القانون ده احساس. تنفيذ على حساب المنفعة. خلاص كده قريته، نبدأ بالتنفيذ على حساب المنفعة. تنفيذ على حساب المنفعة في الجزاء قوي جدا. جزاء قوياء وصادفت منه يعني غالبا الإدارة بتجمع بين الجزاءات مع المتعاقد المنخرط. يعني هو أخلي معاها هتقطع رقبته. هتطبق عليه الغرامات وهتطبق عليه تنفيذ على حساب المتعاقد وهتمسك معاه العقد وهتحاسبه في البلد في الوقت ده. طيب التنفيذ على حساب المتعاقد هو ايه؟ التنفيذ على حساب المتعاقد ده ليه صور متعدده. في عقد التزام المرافق العامه بياخد صوره اسمها وضع المنفق تحت الحراسه. صوره في عقود الامتياز بياخد صوره وضع المنفق تحت الحراسه. اسمعوا العباره دي، وضع المنفق تحت الحراسه يعني الاداره هتنفذ على حسابه. في عقود الاشغال العامه اللي هي العقود التي يكون موضوعها اقامه عقار او صيانه هذا العقار بيبقى اسمها سحب العمل، الاداره سحبت منه العمل. في عقد التوريد اللي هو بيكون موضوعه منقولات بيبقى اسمها التوريد او الشراء على حساب المتعاقد. كل دوت اسمها دول كلهم جوهرهم ايه؟ تنفيذ على حساب المتعاقد. الصور ديت بتتفق كلها ان هي بتؤدي لجل يد المتعاقد عن تنفيذ عقده مع تحميله بجميع تكاليف هذا التنفيذ. العامل المشترك بينها بين الجزاءات دي كلها ان احنا هنقول له بس وقف كده، هو العقد ده بتاعك صح؟ انت مش هتنفذ العقد بتاعك. احنا هنشوف حد تاني ينفذه. مش كفايه كده، ده انت كل التكاليف بتاعت التنفيذ هناخدها منك. طيب ايه هو الجزاء؟ ايه هو ماهيه التنفيذ على حساب المتعاقد؟ وهننزل الشروط اعمال التنفيذ على حساب المتعاقد والاثار بتاعت التنفيذ على حساب المتعاقد.
ولو منكم حد شغال في القانون هيعرف ان الجزاء دوت في غايه الاهميه. يعني لو حد شغال في موضوع المنازعات الاداريه والكلام ده يعرف الجزاء ده في غايه الاهميه. ها؟ التنفيذ على حساب المتعاقد هو اجراء بيستهدف تنفيذ العقد عينا، ويتمثل هذا الاجراء في قيام جهه الاداره سواء بنفسها او بواسطه متعاقد اخر بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد الاول مع بقاء الرابطه العقديه بينهما قائمه. يعني بكل بساطه هو اجراء هدفه ايه؟ هدفه التعويض، هدفه تعديل سلوك المتعاقد. تعديل سلوك ايه؟ ده احنا بنقول له اخلع خالص، اركن على جنب، الاداره هي اللي هتنفذ، او هنجيب واحد تاني ينفذ مكانه. يبقى احنا كده عايزين نعدل سلوكه؟ لا، الغرامات هدفها تعديل سلوكه، انما التنفيذ على حساب المتعاقد مش خالص. احنا عايزين ننفذ، احنا عايزين ايه؟ ننفذ. فيا اما الاداره تنفذ بنفسها، يا اما تجيب متعاقد تاني ينفذ العقد. وسواء الاداره نفذت بنفسها او جابت متعاقد تاني، العقد هيستمر، الرابطه التعاقديه بين الاثنين هتستمر. ومقتضى استمرار الرابطه التعاقديه ان الاداره هترجع عليك مصاريف كتيره جدا هنشوفها مع بعض. طيب، في صورتين. الصوره الاولانيه ان الاداره تنفذ العقد بنفسها، ودوت بيكون في احوال الضروره. الإدارة مستعجلة، في ضرورة، الإدارة عندها الإمكانيات، مثلا متعاقد مع الجيش مثلا، مش الجيش ده ضرر؟ طيب، اتأخر عليك، اخلع على جنب، الإدارة الهندسية تعالي، يلا ننفذ. مثلا مرفق تاني بقى، مرفق مثلا زي الجامعة، هو عنده الأدوات اللي ينفذ بيها؟ لا، هيروح يجيب إيه؟ هيروح يجيب متعاقد تاني ينفذ. طيب، الرابطه التعاقديه بتظل قائمه. دوت هيترتب عليه عدد من النتائج. اولا، العقد يجب ان ينفذ كاصل عام بجميع بنوده ومواصفاته المتفق عليها في الاتفاق الاصلي. العقد يجب ان ينفذ بجميع بنوده ومواصفاته المتفق عليها في الاتفاق الاصلي. يعني الاداره ما تاخدش مثلا تنفيذ العقد على حساب المتعاقد دوت في اصل عام تاكيه، لان هي تغير الايه؟ العقد، وتحمل الراجل بكل المصاريف. يعني مثلا احنا متفقين ان انت بتدين لي مثلا دهانات معينه، دهانات مثلا من الايه؟ الاقتصاديه. جيت ما نفذتش، اروح انا جايب مثلا متعاقد تاني واقول له دهن لي بقى دهانات يوتن بقى، ولا اسمها جوتن؟ جوتن. دهن لي جوتن والتاني ادفع. لا، ما ينفعش، لازم التنفيذ يتم وفقا لذات البنود المتفق عليها كقاعده عامه ليها استثناءات عن شروط. اثنين، لا يجوز الجمع بين فسخ العقد وتنفيذه على حساب المتعاقد، لان التنفيذ بيفترض ان الرابطه التعاقديه موجوده. طيب، فسخت العقد يبقى انت انهيت الرابطه الايه؟ التعاقديه. ده الاصل، وده مطبق عندنا في مصر. في فرنسا لا، بيقول الإدارة تقدر تفسخ وتنفذ على حساب المتعاقد. في الحقيقة أنا لما درست الموضوع دوت بتعمق لقيت إن هو في الحقيقة فسخ، والتنفيذ على حساب المتعاقد دوت تعويض عن الإيه؟ عن الفسخ. واخدين بالكم؟ يعني هي هو في الحقيقة إيه؟ فسخ، والتنفيذ على حساب المتعاقد ده مجرد تعويض. مش تعويض ممكن ياخد الصورة العينية؟ مش انتوا درستوا في احكام التعويض في سنه ثانيه ان التعويض ممكن يكون مالي وممكن يكون عيني؟ طيب، والاصل فيه على فكره العينيه، لان التعويض بيستهدف اصلاح الايه؟ الضرر، فالاصل فيه الايه؟ العينيه. المهم، ثلاثه، التنفيذ على حساب المتعاقد لا يعتبر تعويضا. انا مش قصدي اصلح ضرر ولا اجراء ولا عقوبه ولا عقوبة خالصة، ما هوش الهدف منها عقاب المتعاقد.
ما الهدف منها مش ان هو يحصل له رضع خاص فيتعدى مسلكه في تنفيذ العقد ويلتزم الجد مع الاداره. لا خالص، انا بقول له اركن على جنب وهات واحد تاني غيره يلعب. ماشي؟ طيب هنشوف شروط اعمال التنفيذ على حساب المتعاقد بعد 5 دقائق. راح شايفه ان هي احسن لها تنفذ مش تكسب، يبقى تنفذ.
مثلا الإدارة متفقة مع المتعاقد معاها على تنفيذ صفقة معينة، الأسعار رفعت، لو هي فسخت هتقوم تعمل مناقصة من أول وجديد وتجيب واحد بأسعار جديدة، وهيبقى فيه مبالغ مالية فروق مالية كبيرة، يبقى أحسن لها لهم كده. عشان كده بعد ما الدولار رفع أغلب المرافق العامة بتمشي على إعمال جزائر إيه؟ التنفيذ على السفر، ما بيرضوش يفسخوا. الراجل اللي راح يبوس إيديهم ويقول لهم والنبي يفسخوا، وهم يقولوا لا مش عايزين نفسخ. طيب في أحوال تانية الإدارة شايفة إن الفسخ أحسن، يبقى ترجع للفسخ. على الرغم من ان النص الصادق لو تاخدوا بالكم محددين درجه معينه لجزامه الفقر، هو بيقول لي ايه؟ اذا اخل باي شرط من الشروط. هو حدد لي درجه معينه لجزامه الخطا؟ لا، بس الخطا لازم يكون جسيم. ليه؟ جاي منين؟ دي قاعده قضائيه جايه من مبدا الملائمه اللي احنا بنقول عليها. انت يا اداره عندك كذا جزاء، اخرهم يعني عندك غرامات التاخير الاول واقعيه، ما انصلحش حاله بالغرامات يبقى بعد كده نشوف تنفيذ على حسابه او فسخ الايه؟ او فسخ العقد. انما ما ينفعش بمجرد اي خطا يطلع منه تروحي ايه؟ تنفذي على حسابه، لان جزاء التنفيذ او الفسخ الاثنين بيتميزوا بالايه؟ بالجسامه. مبدا الملائمه اللي قلنا عليه، وقلنا ان سلطه القاضي وهو بيراقب مش بس مشروعيه، ده بيراقب كمان ايه؟ ملائمه. وطالما كده يبقى لازم الخطا يكون متناسب مع الايه؟ مع الجزاء. عشان كده لازم الخطا يكون له صفه الجسامه اولا، او الحاجه المغنيه عن الجسامه يكون الخطا متكرر. كل شرط اخر يعني ممكن يتاخر مده طويله يبقى ده خطا جسيم. طب كل شويه اتاخر، ما هو ده برضه خطا جسيم. ليه؟ لانه له صفه الايه؟ التكرار، خطا متكرر، وبالتالي يقوم مقام الخطا الايه؟ الجسيم. طيب خالف المواصفات نبهنا عليه مره، خالف تاني نبهنا عليه تاني، خالف تاني، يبقى الخطا ايه؟ حتى لو المخالفه ما كانتش جسيمه الا ان مسلكه بيقول ان الشخص ده مش راضي يحاول المصالح، وبالتالي هنطبق عليه جزاء التنفيذ على حساب المعلم. نقول له اركن انت زي بالظبط المدير الفني ما بيعمل، يطلع اللاعب ويجيب لاعب تاني يلعب ايه؟ يلعب مكانه. طيب ليه الجزاء؟ ليه الجزائين جثاء؟ الرقابة القضائية اللي هي صفحة 154 يعني مش معنونة الرقابة القضائية، بس عندي حكم التاريخ 24 مارس 2015، اقرأ الحكم. بيقول لي ولا تقف هذه الرقابه عند حد التاكد من مدى مشروعيه الجزاء، وانما تمتد في بعض الاحوال الى مراقبه مدى ملائمته للتقصير المنسوب الى المتعاقد معه، مما يستوجب بحث سبب سحب العمل، توطئه لترتيب الاثار عليه من مطالبة التأمين أو المطالبة بالتعويض إن كان له محل. يبقى القبض القاضي هي رقابة إيه؟ ملائمة. يعني نشوف إحنا بعد كده في غرامات التأخير إن القاضي ما بيراقبش الملائمة في غرامات التأخير. دي مبالغ محددة لذاته. كويس؟ قلنا مثلا اليوم اللي هتتأخر فيه هتدفع فيه 1000 جنيه. خلاص كل يوم تأخير في 1000 جنيه، ما فيهاش ملائمة، هيلاقي فيها إيه؟ إنما هنا في إيه؟ في ملائمة. طيب.
إذا تحقق القاضي من إن الإدارة قد غاب فإنه يبطل قرارها العقدي لعدم المشروعية. هو هيعمل إيه؟ يبطل مش عارف يبطل قرارها العقدي لعدم المشروعية إذا غاب. طيب إذا مفيش أصلاً خطأ عقدي والإدارة بتتفرع على الراجل هيبطل برضه. القاضي يقدر يبطل ويعوض. يعوض الراجل. ما هو الفرض عندي ايه؟ ان الاداره لجأت لاعمال الجزاء مباشره دون المرور للقضاء. مش هو ده سلطتها اللي هي السلطه المباشره دي؟ التنفيذ المباشر. طيب عقبال ما القاضي يتدخل هيكون جزء كبير من العقد اتنفذ على حساب الايه؟ على حساب الراجل. ساعتها يبقى القاضي هيبطل بس ويرجع له العمل ولا لازم يعوضه؟ لازم يعوضه كمان. طيب عندي تطبيق في 28 حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في 28 يناير 2014 في الروض. كده يقوم يصيغ لي الحكم دوت، يعمل لي عرض موجز للحكم دوت بطريقه قانونيه. يعني ممكن نساعد. اتفضل. علي صوتك عشان الزمالك يسمعك. المفروض ان الاداره تدفع المقابل العرضي تدفعه على دفعات لتقابل اعمال التنفيذ اللي تم. خلصنا المرحله الاولى يبقى ايه؟ ادفع المرحله الاولى، الثانيه ادفع الثانيه. طريقه الدفع دي اسمها ايه؟ المستخلص. هي كده خلصت فبتقدم له طلب بالمستخلص يدفعه. ماشي في الطريقه الثانيه. جبت الاداره ما لقيتش ان هي صرفت بعد كده ان هي بتبقى متعاقد تاني وبتدفع على حساب متعاقد، غير ان هي خسرت بدون صرف المستخلصات المتعاقد معايا على الاقل. تمام. فهي ايه القرار الاخير الخبير؟ ان هي في دخل البنك السادس والاداره ما التزمتش بيه، وان هي تجاوزت البنك السادس ولجأت التنفيذ المباشر بدون التنفيذ البنك السادس والمتعاقد. ماشي، شكرا. اتفضل. برافو عليك. هو بس في تعديل طبيب. هو البند السادس كان بيقول ان احنا نضيف التأخير في صرف الايه؟ المستخلصات. غالبا نظرا لان العمليات العقدية ما بتتمش كلها في نفس السنة وانما انتهوا بمدة طويلة، ممكن الادارة يكون ما عندهاش فلوس كافية ان هي تدفع الايه؟ المستخلصات دي. فساعتها المنطقي يعني ايه؟ احنا مش هنقول دوت خطأ من الادارة،
بس هنقول المنطقي ان هي تعمل ايه؟ انت التاخير كده راجع لك، يبقى المفروض تضيفي المضاف بتاعت التاخير في صف الايه؟ في صف المستخلصات. طيب هي بقى جت الاداره قالت له ايه؟ انا اتاخرت في صف المستخلصات بس انت اتاخرت في تجهيز الايه؟ العمليه. يا سير يا جماعه يا مسؤولين، احنا انتوا المفروض تضيفوا مضاف تاخير في صف المستخلصات. لا مش ضايفين. ننفذ عن نفذ غصب عنك، نفذه. يبقى دوت خطأ ايه؟ خطأ عقدي، لأن العقد شريعة دي ايه؟ المتعاقدين، العقد نص على ايه؟ على ضم المدد بتاعت التأخير في صف الايه؟ المستخلصات. يبقى بالتالي الإدارة ايه؟ أخطأ. يبقى القضاء لازم يبطل هذا القرار ويرجع العمل للايه؟ للمتعاقد، ويعوضه إذا كان هذا التعويض محل. ومن ضمن فلوس التعويض الفوائد التأخيرية بتاعت صرف الايه؟ المستخلصات. طيب دوت اول حاجه اللي هو ركن الايه؟ ركن الخطا والرقابه القضائيه عليه. بعد كده اثنين، اللائحه التنفيذيه اشترطت الانذار. لو انتم خدتوا بالكم من قراءه نص الماده، النص الماده 25 مفهوش شرط الانذار. الشرط نابع منين؟ من اللائحه التنفيذيه. اللائحة التنفيذية قالت ان انت لازم تنزله، تنزل المتعاقد. ودوت في الحقيقة بيتفق مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. هو العقد يجب ان ينفذ وفقا لما اشتمل عليه، مش بس كده، بطريقة تتفق مع حسن النية. انا يا سيدي اتأخرت، انا اخطأت، قول لي ان انا اخطأت، قول لي خلي بالك. مش تيجي كده من الضل للنار كده، يعني تاخدني كده من الضل للنار مره واحده تقول لي ادفع مبالغ مهوله نرجع للتنفيذ على حسابك. لا، لازم تقول لي ان انا ايه؟ تاخر. عشان كده بنقول ان اشتراط الانذار عموما سواء في مواد الوظيفه العامه، مثلا لما نيجي ننزل الموظف لما يتغيب قبل ما نفسده، ومثلا في ماده زي دي في العقود الاداريه في توقيع جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد، دوت بيتوافق مع مبدا حسن النيه. بيتوافق مع مبدا ايه؟ حسن النيه. يعني انا مش قصدي ان انا اضر بيك، ان انا اسبب لك ضرر، او الدليل على كده ان انا منبهك. نبهتك خلاص بقى خد بالك، لان انا بعد كده ايه؟ اضر بيك او اسبب لك ايه؟ ضرر. طيب وفي الحقيقه اللائحه نصت على الشرط دوت، لان المحكمه الاداريه العليا كان عندنا في مصر قبل ما القانون يصدر واللائحه بتاعته ما كانتش بتشترط الايه؟ ما كانتش بتشترط الانذار. ممكن نتفق او نختلف مع تقييم موقف المحكمه السابق، لكن على كل الاحوال دلوقتي بناء على نص اللائحه الانذار امر ايه؟ واجب. طب انت هتنزل تقول له ايه؟ هتقول له اخطات؟ اه تقول له اخطات. تقول له خلي بالك انت كده بتخطئ، بس ده مش كفايه. انت لازم تردد. الانذار يجب ان يشتمل بعبارات قاطعة وواضحة على أن الإدارة تتجه نيتها لإعمال جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد إذا لم يتعدى الإيه؟ مسلك. طيب بغير العبارتين الأخرانيين دولت، يبقى الإدارة لم تحترم شرط الإنذار. أنت بتقولي إن أنا عندي خطأ عقدي، ماشي، وبعدين؟ أنت لازم تقولي لي خلي بالك لو ما اتعدلتش عامل إيه؟ عوقع عليه جزاء ايه؟ التنفيذ على حساب المتعاقد. شرط الانذار دوت احد محددات مشروعيه التنفيذ على حساب المتعاقد. وبالتالي انتوا كمحامين لازم تجاتلوا في الفين في الشرط ده، وتتاكدوا ان الشرط دوت فعلا تم ايه؟ احترامه. بالنسبه للقضاء لازم يتاكدوا ان الشرط دوت تم احترامه من قبل جهه الايه؟ الاداره. طب عيب اثبات الانذار يقع على عاتق مين؟ يقع على عاتق جهه الاداره. واحنا عندنا هنا في مصر بسم الله ما شاء الله الادارات يعني ايه في منتهى الحرص والانضباط، فانا اراهنكم ان هي يكون عندها نسخه من الانذار. طيب ما قدمتش النسخه من الانذار، يبقى عندنا قرينه اسمها قرينه الايه؟ النكول. الاداره نكلت عن تقديم الايه؟ النسخه. يبقى معنى كده ان هي ايه؟ ما انذرتش. حتى لو انذرت، حتى لو انذرت. عارفين قصه رصيد الاجازات ولا مش عارفينها؟ ايوه. الموظفين بياخدوا اجازات زي ما هم عايزين، بس الاداره سواء الدفاتر اللي بتدوس فيها
او ما بتدونش اصلا، بس هي غالبا الدفاتر اللي بتدون فيها بتعمل لها دش. الموظف بعد 30 سنه يطلع على المعاش ويقول لهم انا ما خدتش ولا يوم اجازه. الاداره تقول له لا خد. طب اثبت فين الدفاتر؟ دفاتر الدشن. القضاء الاداري بيعتبر ان عدم تنظيم الدفاتر دوت دليل على صدق الكلام الايه الراجل. دي قرينه، قرينه بسيطه، بس الاداره ما بتقدرش تثبت عكسها، ما بتقدرش تثبت عكس القرينه ديت، وبالتالي بيصرفوا له رصيد اجازات على المنتج كله. مين فيكم شغال في المحاماه؟ ها عارفين الموضوع ده صح؟ طيب ثلاثه، الشرط الثالث، يشترط لمشروعيه اجراء التنفيذ على حساب المتعاقد عدم تضارب المتعاقد، عدم تضارب المتعاقد مع الاداره للخطا العقد المنسوب اليه خلال 15 يوم من تاريخ الانذار. يعني هي بتنزله وتسيب له المفروض 15 يوم من تاريخ الانذار. هو ما صلحش خلال 15 يوم، يبقى معنى كده ايه؟ تطبق عليه الجزاء. طيب الشرط الرابع، لازم يصدر قرار بسحب العمل من السلطه الايه؟ المختصه. طب صدر من غير السلطه المختصه يبقى قرار غير مشروع لصدره من غير مختص. صح ولا مش صح؟ طيب اثار اعمال التنفيذ على حساب المتعاقد. التنفيذ على حساب المتعاقد بيرتب حقوق جهه الاداره وبيرتب برضه حقوق المتعاقد مع جهه الاداره. يعني المتعاقد بيبقى له حقوق؟ اه بيبقى له حقوق. اولا حقوق جهه الاداره، واحد الحق باقتدار التنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه. يعني انا وانت اتفقنا على بنود معينه هتتم وفقا لها الصفقه. الاداره ليها حق ان تقتضي هذا التنفيذ، يعني تنفذ على حسابه بس وفقا للايه؟ للبنود. ده حق جهه الاداره. الماده 26 بيروح، الماده 26 من قانون تنظيم المنافسات والمزايدات صفحه 157 بيروح. خلاص قريتوها؟ طيب هي دلوقتي هتنفذ وفقا للبنود المتفق عليها. طيب اذا حصل فروق في الاسعار، فروق الاسعار، فروق الاسعار ودي احنا شايفينها كتير اليومين دول مع قفزه الدولار والحاجات دي، في فروق اسعار. طيب ثواني، اذا كانت فروق الاسعار بالزياده، يعني هي الاداره دفعت فلوس زياده او الشخص اللي جابته ينفذ دفع فلوس زيادة نتيجة لفروق الأسعار، مين اللي هيتحملها؟ هيتحملها الإدارة ولا هيتحملها المتعاقد المقصر؟ هيتحملها المتعاقد المقصر. طب ده إذا كانت فروق الأسعار عليه، طب إذا كانت ليه؟ يعني مثلا افترضنا وده فرض ما بيحصلش إن الأسعار نزلت، ممكن يحصل في السلع الزراعية. أنا متفق مثلا مع حد يورد لي سلعة زراعية معينة، فول مثلا أو خلافه أو خلافه او طماطم او غيره، وجت الاسعار، انتوا عارفين اسعار المنتجات الزراعيه بتنزل، بيجي لها مواسم بتنزل. طيب نزلت الاسعار، يبقى هنا الفرق للمتعاقد المفروض هيستفيد من الفرق دوت. لا مش هيستفيد، مش هيستفيد. ليه؟ لان في قاعده بتقول ان المقصر لا يستفيد من وراء ايه؟ تقصير. ممكن نختلف على القاعده ديت او نتفق، بس المحكمه بتقول ان هو ما يستفيدش تطبيقا للقاعده ديت. طيب الفرق في جودة الأصناف، الأصل إن الإدارة بتنفذ وفقا للإيه؟ للمواصفات.
ما ينفعش الاداره بارادتها المنفرده فقاعده عامه تغير في جوده الاصناف. طب غيرت في جوده الاصناف يبقى ده هو التعديل للعقد. والثاني تعديل للعقد والشخص اللي هو المقصر يستاهل ساعتها الفلوس او مش هندفعه بالفلوس بتاعه الايه بتاعه الاسعار. فالاصل ان هي بتنفذ وفقا للايه لبنود العقد. لكن انت مش لاقي الاصناف اللي انت متفق عليها مع الادارة. انتوا عارفين دلوقتي مثلا حاليا اصناف كتير مش موجودة في السوق بعد موضوع الدولار. في اصناف كتير مش موجودة في السوق. طب هنعمل ايه بقى عشان تنفذ؟ لازم يا تشتري يا حاجة اعلى يا حاجة ايه اقل. لو اشتريت حاجة اعلى فدوت نتيجة ايه؟ نتيجة خطر الشخص لانه منفذش بالمعاد فهيتحمل الفلوس. طب اشتريت حاجة اقل لا يجوز للمتقاعد المقصر ان يستفيد من ايه؟ من التقسيط. طيب. طيب شكرا اتفضل يا عزيز. ملككم بتقول لو هو مش مقصر ما يستفيدش من فلوس الاسعار. هو لو مش مقصر مش هيطبق عليه الجزاء الاساسي. ما هو تطبيق الجزاء عليه يفترض ان هو ارتكب خطا له صفه الجسامه او التكرار. ده مش اول شرط يبينه. طيب المحكمه الاداريه العليا ليها قضاء في هذا الشان صفحه 159 ايه هو؟ يعني مثلا هي اضطرت ان هي تعمل مناقصه من اول وجديد عشان تجيب واحد تاني يقبل التنفيذ، يقبل تنفيذ تكمله المناقصه، يقبل تكمله هذه العمليه. الاداره اللي عاتلها ده عدل في حاله تمام. طيب اربعه الفوائد التاخيريه. الفوائد التاخيريه التي تستحق عن فروق الاسعار او على المصاريف الاداريه. هي دلوقتي بقى عامله مصاريف اداريه فعطلبه قضائيا بيها. من ساعه ما اطلبه يبقى ليها حق في الفوائد التاخيريه طالما مبلغ من المال محدد المقدار ساعه الايه؟ ساعه الطلب. اي يدفع فروق الاسعار. فروق الاسعار لازم يدفع. بص لو كنت سؤال ماشي. طيب هو المتعاقد بقى اللي بيتم التنفيذ على حسابه. طبعا الاربعه دول عطلت لهم مصادرة التأمين اللي احنا قلنا عليها جزاء ايه؟ جزاء تبع. يعني كل ده غير 10% بتاع مصادرة التأمين اللي هتاخدها. طيب يعني تخرب بيته ولا مش هتخرب بيته؟ هو المتعاقد الذي يجري التنفيذ على حسابه. اولا هو ليه الحق في تقاضي قيمة الاعمال التي قام بتنفيذها. ما هو الراجل ما بيخلش من اول ما يبدا التنفيذ. ده هو بيبدا التنفيذ كويس زيه زي اي حد بتتعاقد معاه ويجي بعد فتره معينه يبدا ايه الاخلال يشتغل. طيب بالنسبه للجزء اللي نفذه ما ندفعلوش عنه فلوس؟ لازم ندفع له عنه فلوس طبعا. لازم ايه؟ لا طيب شكرا اتفضل. زميلتي بيقول هو انا لو دفعت له فلوس احصل الفلوس بتاعه المبالغ دي كلها اللي اتكلمنا عليها ازاي؟ ال 10% مش مرضيه. هو انا يعني
خلاص اول ما وقع عليه جزاء او كده قال له خد فلوسك ولا استنى لما العمليه كلها تخلص وقايد اشوف انا ليا قد ايه اعمل مقصة اشوف انا ليا قد ايه وهو ليه قد ايه وفي الاخر اقول له ايه اتفضل انما حقه في استيفاء قيمه الاعمال التي تم تنفيذها دوت حاجه لا جدال فيها ودي تتوافق مع المبادئ القانونيه احنا مش بنجيب الناس نشغلها سخرة عندنا دول ده راجل قد عمل كويس يبقى هو يستحق المقابل عن هذا الايه عن هذا العمل وفعلا موضوع السفر دوت تحقق في احد الاحكام في احد الوقائع عندي حكم المحكمه الاداريه العليا بتاريخ 27 مارس 2012 اهو في هذا الحكم بقرر المحكمه الاداريه العليا ان اقرا الحكم طيب اثنين يعني هو ليه الحق في اقتضاء التنفيذ اللي تم اثنين الاداره هو ليه حق في ان الاداره لما تيجي تختار متعاقد ينفذ مكانه تختار متعاقد صاحب اولويه يعني ايه صاحب اولويه يعني الاداره مش حره ان هي تتعاقد مع اي متعاقد وفقا لاي بنود ماليه لا ده الاداره في هذه الحاله بتعد وكيل عن الايه عن الشخص فلازم تختار واحد يكون التكلفه بتاعته معقول فلو مثلا هي عملت اختارته بطريق المناصر تاخد اقل واحد فين في البنود هي هتثبت تقول انا عايزه واحد يكمل عمليه بناء على البنود التاليه 1 2 3 اللي هي نفس البنود المتفق عليها ونشوف مين اقل واحد في الذين تقدموا وتمشي عليه ايه المناصر طيب وبالمس هي في اختيارها لازم تختار واحد صاحب ايه صاحب اولويه يعني ايه يعني اقل واحد هيدفع الايه هيدفع الراجل مش تيجي بقى تقول ايه ده احنا بننفذ على حسابه سيبك منه هات ايه انت عايز انت جاي لي ب 10 ودوت بيقول لي هنفذ لك ب 12 وده بيقول لي ب 15 انا دافع حاجه من جيبي تعالى ب 15 لا ما ينفعش خلاص طيب فسخ تنفيذ على حساب المتعاقد شكل مهم صح شكل مهم ها اوعى تفكروا ان انا بقول كده عشان امتحان ولا الكلام ده صعب قوي هو فعلا صعب ها صعب جدا على عاتق المتعاقد اه طيب فسخ العقد فسخ العقد فسخ العقد أظن دلوقتي لو أي قضية تعرف مدخل في التنفيذ على حساب المتعاقد انتوا عارفين التفصيلات بتاعتها كلها ها؟ طيب فسخ العقد قانون تنظيم الملاحظات والمزايدات حدد لي حالات للفسخ الوجوبي حالات للفسخ الوجوبي أنا آسف حدد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حالات للفسخ الايه؟ الوجوب واخرى للجواز. يا جماعه ما بحبش همهمه. عايزين ندي راحه 5 دقايق واللي عايز ينصرف ياخد بعضه ويمشي براحتكم وايه رايكم؟ عايزين 5 دقايق؟ خلاص ناخد 5 دقايق ونطلع 10 دقايق ولا بس على فكره الفسخ برضه مهم. بس انا اخد بكره
تقدر تحضر ما في تحسين صح؟ صح؟ أنا غلطان إن أنا قررت النظام أنا أديك خمس درجات كل يوم من حامل الضمان لا لا حبيبي لا 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 إحنا بنحضر على طول مقيمين النظام ده صح؟ أيوة طيب فسخ العقد فسخ العقد احنا قلنا الفسخ ليه نوعين خلي بالك برضه الفسخ دوت من الموضوعات المهمه انا مش بقول كده عشان الامتحان ولا حاجه ها مصاريف الجزاءات كلها من الموضوعات المهمه ممكن واحد يربط من الجزاءات هنا ويطبقها في العقود في غرامات التاخير او الحاجات ديت وبعدين انتوا حاسين ان انتوا تستفيدوا صح؟ حاسين ان انتوا تفهموا حاجه صح؟ صح ولا حاسين ان انتوا تقروا احكام قضايا تستخلصوا منها؟ صح؟ مش وقت ضايع ده احسن من الفرجة على المسلسلات التركيه صح؟ اه والله معاك التركيه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني حضرنا بقينا كمان بنتفرج على المسلسلات الهنديه الله يرحم ليالي الحلمية فاكرين ليالي الحلمية؟ طيب الفسخ الجوازي الفسخ الجوازي عبارة عن سلطة ممنوحة من جهة الإدارة لها أن تستخدمها ولها ألا تستخدمها يعني هو إيه؟ جوازي طيب في حالات معينة حددها القانون تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية بتاعته للفسخ الجوازي. ثلاث حالات. أولاً الإخلال الجسيم أو المتكرر من قبل المتعاقد مع الإدارة. المتعاقد مع الإدارة أخل إخلالاً جسيماً أو متكرراً. في الحالة دي الإدارة تقدر تمسك العقد أو تعمل إيه؟ أو تنفذ عشان فذات الخطأ المبرر لفسخ العقد هو ذاته فالخطأ المبرر لفسخ العقد هو ذاته المبرر لتنفيذ العقد ولذلك فإننا نحيد لما سبق بيانه بصدد الخطأ المبرر لتنفيذ العقد من العقد من الحاجات اللي المحكمة اعتبرتها خطأ جسيم تنازل المتعاقد مع الإدارة لغيره عن العقد جه نازل لغيره عن العقد خلي بالكم التنازل للغير غير استخدام أشخاص من الباطن في إتمام العقد يعني التنازل كونك إن أنت تتنازل خالص حاجة وكونك إن أنت تجيب ناس تستخدمهم في سبيل إنجاز العقد معاك وتحت إشرافك ده حاجة تانية مثلا المقاول اللي بيبني مثلا الإدارة تسلمها مبنى كامل وجاهز ومتشطب والكلام ده هو الراجل هيعمل كل حاجة لوحده بالعمال بتوعه ما هو بيجيب مثلا حد مثلا مكتب بيكون متخصص يعمل لهم الديكورات والكلام دوت فالموضوع ده ما هوش تنازل التنازل هو ان هو يعمل ايه؟ يجيب واحد يتنزل له على عقد خد العقد انت نفذه ايه؟ نفذه كله التنازل ده خطأ جسيم طيب الإدارة في مصر أو في فرنسا يثبت لها الحق في إعمال هذا الجزاء بإرادتها المنفردة وبدون حاجة للوجوه للقضاء ولكن في فرنسا في استثناء صغير الاستثناء ملوش أي تطبيق في مصر لكن في فرنسا في استثناء صغير اللي هو عقود امتياز المرافق العامة العقد عشان يتفسخ في فرنسا لازم يصدر حكم من القضاء اللي هو عقد ايه؟ التزام المرافق العامة يعني القاعدة العامة في مصر زيها زي القاعدة العامة في فرنسا بس القاعدة في مصر قاعدة مطلقة لا تحتمل الاستثناءات إلا أنها في فرنسا قاعدة عامة لها ايه؟ استثناء ب أو تاني حاجة تخلف صاحب العطاء المفقود عن تكملة التأمين المؤقت للتأمين الحالي عندي نص المادة 21 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأولى
واضح من النص دوت ان اعمال احد الجزئين اللي هو الفسخ او التركيز على حساب المتعاقد في حال عدم تكمل التأمين المؤقت للتأمين النهائي هو امر جوازي لجهة الادارة امر تترخص فيه فهي ليها ان هي تنفذ على حسابه وليها ان هي تفسخ العقد او ان هي تفسخ العقد وليها ان هي تتجاوز عن ايه عن هذا الاخلال اولا هو ده اخلال كونه ان هو ما كملش التأمين المؤقت للتأمين النهائي ده اخلال فهي ليها ان هي تعمل احد الجزئين وليها ان هي ايه تتجاوز طيب ليه جبنا منين كلمه ان هي ليها ان هي تتجاوز اولا الاداره هي القوامه على حسن سير المرافق العامه وبالتالي هي قد تفضل ان حاجه المرفق العام بتستوجب ان التنفيذ يتم بواسطه الشخص ده وان هي ما تفسدش العقد على الرغم من انه هيخلي وعلى الرغم من انه اخر مثال الاداره متعاقده مع مفتكر هتفسخ طب هتجيب مين غيره هتنفذ على حسابه مين اللي هينفذ كان هو مفتكر يبقى الاداره في الحاله دي تعمل ايه؟ تكمل عقده وخلاص في احوال ثانيه ممكن برضه الاداره الظروف بتاعه الحال تدفعها لتنفيذ الايه؟ العقد وان تتجاوز عن ذلك. طيب هنا السؤال بقى. طيب هل الشخص اللي هو اخل اللي هو متعاقد مع الاداره يقدر يطلب من القضاء ان هي الاداره تفسخ العقد او تنفذه على حسابه؟ ها؟ ليه؟ ما يقدرش ليه؟ اللي عايز يرفع ايديه يرفع ايديه ويتكلم اتفضل حاضر للاداره فقط كلام جميل جدا كلام حلو بس في شكرا اتفضل في قاعده احنا لسه قايلينها تقول ايه؟ لا يجوز للمقصر ان يستفيد من ايه؟ من تقصير ما هو طالما هو بيطالب ان هي الاداره تعمل عليه هذا الجزاء يبقى اكيد ليه مصلحه هل يبقى مقصر ومخل وكمان هيستفيد من تقصيره زي مثلا تعرف على الاسعار، ارتفعت. في الحاله ديت الاداره تفسخ العقد وتصدر منه التامين احسن ما ايه؟ احسن ما هو يكمل العقد. فهل يجوز لي انه يطلب فعلا المثل دوت تحقق في القضيه اللي انا جايبها لكم في الحكم الصادر سنه 16/1/92 غير الرقم. 165 ما ينفعش ان انا افضل طول عمري 4 سنين ادرس كليه الحقوق وبعد كده اخد دبلومتين اللي هم بيعدوا ماجستير وانا طالع ما اعرفش اصلا القاعده القانونيه بتطبق ازاي قدام المحكمه ما بعرفش اصلا استخلص ما بعرفش اقرا حكم قضائي ما بعرفش استخلص منه المبدا القانوني وبعد كده نيجي نقول ايه؟ ده انتوا بتدرسوا لنا في القانون حاجات بعيد خالص عن الواقع اه والله بنسمعها يقولوا ايه؟ ده الواقع حاجه والقانون حاجه تانية يعني هو القاضي بيحكم من عينياته بيحكم من عنده يعني هو القاضي بيطبق النص على الايه؟ على الواقع فهو القاضي بيحكم بالقانون بيطبق القانون انتوا شغلكم بعد كده هي المنازعه القضائيه
ما هي عبارة عن ايه؟ القانون اللي انتوا بتدرسوه بس متحرك، بس في وضع ايه؟ متحرك. ف حاجة مهمة جدا بالنسبة لتكوين الطالب بالنسبة لمستوى القانوني وكده، ان هو يدرس الاحكام دي، يشوف المحكمة بتطبق الايه؟ بتطبق القانون على الوقائع ازاي؟ لان انت بعد كده سواء قاضي سواء محامي هيعرضك هو نفس الايه؟ هي نفس الامور زي جايبك وعشان تقروها عشان تشغلوا دماغك، ما مش طالب منكم لا تحفظوها ولا تحفظوا ارقام ايه؟ مواد ولا نصوص مواد. طيب احنا قلنا طيب بعد كده جيم وفاة المتعاقب، ده السبب الثالث للفسخ الجوازي. المادة 77 من قانون تنظيم المناقصات والمجازات بتقول إذا توفي المتعاقب جاز للجهة الإدارية فسخ العقد مع رفض التأمين إذا لم تكن لها متطلبات قبل المتعاقب. يبقى ده الخيار الأولاني، تقدر تمسك العقد مع رفض التأمين. وعلى فكرة دي حالة مستثناة من مصادفة التأمين، لأن إيه؟ هل هنا بتمسك الخطأ؟ هو الراجل مادة خطأ؟ عمره أجل انتهى ده خطأ؟ لا، بس في نفس الوقت العقود الإدارية بتقوم على اعتبار شخصي، بتقوم على اعتبار إيه؟ شخصي، فيها جانب من جوانب الثقة، الثقة في الشخص في الطرف الآخر. وبالتالي فالقانون هنا بيخير الإدارة الخيارية، افسخ العقد ورد للراجل الايه؟ المبلغ التأمين، أو إن هي تسمح للورثة بالاستمرار في تنفيذ الايه؟ في تنفيذ العقد بشرط، يعني هي لو سمحت للورثة تسمح لهم بشرط إن هم يعينوا وكيل بتوكيل مصدق على التوقعات فيه. يعني يروحوا الشهر العقاري يعملوا وكيل عنهم بتوكيل مصدق على التوقعات اللي فيه، وتوافق عليه السلطه المختصه، توافق على الوكيل ده اللي هم ايه بعينه، على اساس ان الوكيل ده هيكون هو المسؤول ايه قدامها، اي حاجه تمسك فين في الوكيل. طيب نفس الموضوع لو كان العقد بيتم تنفيذه بواسطه كذا متعاقد وتوفى احد واحد منهم ايه الإدارة برضو تقدر تمسك أو تقدر إن هي إيه تكمل. طب الفسخ الوجوبي، المادة 24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قالت إن العقد بيفسخ وجوبا، المفروض الإدارة ما لهاش سلطة تقديرية في حالتين، إذا سبب أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد. الحاجة الثانية إذا أفلس المتعاقد أو أعصر. طيب لما نيجي نبص للنص دوت في روح. النص بيلزم جهة الإدارة بفسخ الايه؟ العقد. طب هل الفسخ هنا تلقائي؟ هي قالت هي المادة بتقول يفسخ العقد تلقائي. يعني ايه تلقائي؟ يعني يفسخ بقوة الايه؟ القانون. بس في الحقيقة الكلام ده ما بيحصلش. ده لازم عشان ايه؟ يفسخ العقد لازم يطلع قرار من الايه؟ من الجهة الإدارية بتطبيق للعقد، برضه قرار بيرفع للمنازعات القضاء الكامل. مقتضاه فسخ الايه؟ فسخ العقد. القرار دوت هيعد في هذه الحاله قرار كاشف وليس قرار ايه؟ منجز. لكن اذا القرار ما طلعش هو العقد شغال. ماشي؟ طيب هو في الحاله الاولانيه اللي هي حاله الغش او التلاعب مش بس الاداره هتكتفي بفسخ العقد، ده المفروض كمان تشطب اسمه من سجل المتعاقدين مع جهه الاداره. لما نيجي باذن الله قدام ندرس الوسائل يعني آلية التعاقد مع الإدارة نعرف إن المناقصة أو الممارسة في منها عامة وفي منها إيه؟ محدودة وفي منها محلية. المناقصة المحدودة والمحلية دول بيقتصروا على الأشخاص المسجلين لدى جهة الإدارة فين؟ في السجل بتاعتهم. فالمفروض إن هي هتشطب اسمه من السجل إيه؟ ده.
في اي مناقصه مش هتقول له تعالى ايه مناقصه محدوده او محليه، مش هتقول له تعالى ايه قدم العطاءات بتاعتك، ولا حتى في الممثل. طيب الممثل العامه تبقى مفتوحه لكل الناس، فلو هو دخل في الممثل العامه في المناقصه العامه، المناقصه بيحكمها مبدا اسمه مبدا اليه الارسال، يعني اقل عطاء هو اللي هتحصل عليه ايه المناقصه بطريقه اليه. احنا مش هنقدر نمنعه لان احنا معناه سجل من ايه من الاول، بس لو رست عليه الاداره تقدر ان هي هتعمل ايه، هتمتنع عن اتمام العقد، تمتنع عن اتمام الايه العقد. طيب الرهن بالموضوع موجب العقوبه في هذه الحاله هو الايه، هو الغش او الايه او التلاعب. الغش والتلاعب غير الخطا مهما كان، يعني الغش والتلاعب دوت حاجه ايه امر عامي بيكشف عن سوء نيه في واضح ومبين، ونيه بين في الخداع لازم يكون في خداع. طب خطا جسيم، هو اخطا خطا جسيم دوت ينفع غش؟ لا. طيب الغش لازم يكون فيه عليه دلائل، لازم يكون عليه دلائل. ايه الحكم اللي انا جايبه بتاع 25/3/2014 ونشوف المحكمة طبقت الموضوع ازاي. بكل بساطة كان واحد متعاقد مع الجهة الإدارية في عقد توريث، إنه يقدم لها ورداها أجهزة بمواصفات معينة. المهم صفحة 169 اتضح إن في المواصفات الحاجات اللي ورداها مخالفة للإيه؟ للمواصفات. الإدارة اعتبرت موضوع المخالفة دوت غش أو تلاعب، وراح الجهة عاملة إيه؟ شطبت فسخت العقد وشطبت اسمه من سجل الايه الموردين. وخلي بالكم الموضوع فيه يعني ما هوش سهل كده خلاص، هو ما وردش اجهزه مخالفه للمواصفات وخلاص، لا ده الموضوع فيه مخالفات كبيره. اول حاجه عدم تحديد المواصفات الدقيقه للجهازين. الراجل وهو بيورد ما حددش الاول اللجنه اللي طرحت المناقصه ولا الممارسه المفروض تحدد هي عايزه اجهزه بمواصفات ايه؟ ما حددتش المواصفات دي بدقه. الراجل بقى وهو بيورد راح مورد الاجهزه وكاتب عليها من بره المواصفات باللغه الانجليزيه على اساس ان احنا الادارات عندنا كلهم ايه؟ ما بيعرفوش انجليزي، فعدوا استلموها منه ايه؟ وعدوا.
الامور دي كانت ممكن تركي في روعة البحر. يعني ايه؟ انت لو حد حكى لك القضية كده للموظفين اللي المفروض مسؤولين عن اعداد الموضوع طرحوا الصفقة من غير ايه؟ من غير تحديد بنود. والراجل في المواصفات بتاعته في الكراسة بتاعت المواصفات بتاعته قال لي ان هو هيورد لي حاجات بمواصفات معينة، راح مورد لي حاجات بمواصفات غيرها وحط لي تيكت بلغة أجنبية عشان انا ايه ما افهمش. التيكت جالي بلغة أجنبية، المفروض اللجنة الاستلام كانت تقول له ايه لا خد البضاعة بتاعتك وحط لنا تيكت عليها بالمواصفات باللغة العربية عشان احنا نفحصها على ضوء هذه المواصفات وبالتالي نقول ان ايه ان التوريد بتاعك تم. ما عملوش كده، دخلوا الحاجات على طول. لو حين حكيت الموضوع دوت لاي حد يقول لك ايه طب ما ممكن يكون في شبه تلاعب كده، ما هم متفقين مع بعض وحاجات من تحت الترابيزه وكده. المحكمه رفضت المنطق ده، المحكمه رفضت المنطق ده لان النيابه الاداريه حققت في الموضوع وقالت يعني المحكمه النيابه الاداريه ما قالتش ان في قرائن على وجود تلاعب او غش منه، وانما ايه ده مخالفات. هي يعني مخالفات ثابته ومخالفات كبيره، بس الغش والتلاعب لازم نثبتهم ولازم نثبتهم بطريقه ايه قاطعه. غير كده قرار الاداره فسخ العقد وشطبه من سجل الموردين هيكون على غير اساس من الايه من القانون، هيكون على غير اساس من الايه من القانون. طيب أصاب الفسخ الجزائي بالمادة 26 مقروف. ما تقدروش احنا بيتين المعظمة ايه هو بس هتلاقي 5% منها إبرام والباقي كله ايه في الجزائر. فانا عايز افيدكم بحاجه، عايزكم تستفيدوا بحاجه في الجامع بين الجزائر العقديه الاداريه. يعني انا عندي غرامات تاخير وعندي مصدر التامين ده جزائر تبعي فهطلعه بره شويه. عندي تنفيذ على حساب متعاطل، عندي فسخ العقد. كل واحدة من دولة المفروض لها أسبابها. القاعدة اللي بتحكم الجمع بين الجزاءات العقدية الإدارية أن الإدارة تستطيع الجمع من هذه الجزاءات متى تحقق موجب توقيع كل منها. يعني غرامة الراجل اتأخر أسبوع، نوقعت عليه غرامة. تأخر أسبوع تاني، وقعت عليه غرامة تانية. تأخر أسبوع تاني، خطأ هنا إيه؟ لقوا صفة الإيه؟ التكرار. خلاص بقى سيبك بقى من الغرامات، إحنا هننفذ على حسابه. هنا الإدارة عملت إيه؟ جمعت بين الغرامات وبين التنفيذ على إيه؟ على حسابه. لكن الإدارة من ساعة ما تبدأ التنفيذ على حسابه ما يجوزلهاش إن هي توقع عليه غرامة. والكلام ده هندرسه بالتفصيل في غرامات التأخير. ليه؟ طب ما تبقى هي كده الاداره ما جمعتش، هي قررت جزاء معين واول ما انتهى وابتدى يخل بشكل اخر قررت جزاء اخر. هو دوت المقصود بالجمع، ان احنا يعني الاداره تطبق كذا جزاء في فتره معينه. فهي هنا في الفتره ديت عملت ايه؟ طبقت جزئين اللي هو الايه؟ غرامات التأخير، وطبقت الجزاء الثاني اللي هو التنفيذ على حساب الايه؟ المتعاقد. بمعنى ان توقيع الغرامات ما منعهاش من ايه؟ من توقيع جزاء التنفيذ على حساب الايه؟ المتعاقد.
لكن توقيع التنفيذ على حساب المتعاقد يمنعها مستقبلا من توقيع الغرامات عليه. ليه؟ لان الغرامات تفترض التاخير، فانا اكون مسؤول. انا من ساعه ما نفذه على حسابي التزام الشخصي بالتنفيذ زاد، وبالتالي ما انا ما عدتش ملتزم شخصيا بالتاخير. لو هو اتاخر ما تروح تسالوه، تقولي تسالوني انا، يبقى كده ايه؟ يبقى كده لا يجوز توقيع الغرامة. طيب الفرض الثاني، الفسخ والتنفيذ على حساب المتعاقد. الإدارة ما ينفعش بعد ما اختارت فسخ العقد إن هي تنفذ على إيه؟ على حساب. ولا ينفع لو اختارت التنفيذ على حساب إن هي تفسخ الإيه؟ تفسخ العقد. طيب القاعدة اللي بتحكم الموضوع إن الجمع، صفحة 273، إن الجمع بالجزاءات لازم تكون الجزاءات غير إن الجمع دوت غير مناطق لطبيعة الجزاءات. فلا يجوز للجلد الإدارية الجمع من فسخ العقد وتنفيذه على حساب المتعاقد زي ما قلت. لأن الفسخ بيفترض انحلال الرابطة التعاقدية، التنفيذ على حساب المتعاقد يفترض بقاء هذه الرابطة. في عندكم موقف في مجلس الدولة الفرنسي، مش مهم أوي ما تخشوش في التفاصيل يعني. بالنسبة للتنفيذ على حساب المتعاقد والغرامات، احنا لسه قايلين ان الغرامات هي يجوز لها توقع الغرامات، فتوقيع الغرامات لا يمنعها من التنفيذ على حساب. متى وقعت جزاء التنفيذ على حساب ولا يجوز لها ايه؟ لا يجوز لها توقيع الغرامات عليه، لان دوت ايه؟ الجمع هنا مناقض لايه؟ للطبيعة. طيب هنقف عن صفحة 174. عايز اقول لكم اهتموا جامد بالجزء اللي خدناه في محاضرة النهارده، جزء مهم جدا سواء من الناحية العملية او من ناحية الامتحان اللي انتوا بتفكروا فيه. بإذن الله المحاضرة الجاية هنبدأ في موضوع نبدأ ندرس بالتفصيل كتاب غرامات التأخير. هيتفضل في الكتاب دوت بعض الأجزاء مش مرغية. أنا هشوف محاضرة بإذن الله فاضية ناخد فيها الحاجات اللي أنا عايز آخدها، والباقي هناخد يعني المبادئ الأساسية، وأنتوا عارفين التفصيلات هتلاقوها إيه؟ هتلاقوها فين؟ ماشي. أنا عايز أقول لكم انت ممكن تبص للعقود الإدارية تقول ده موضوع يعني ايه صعب جدا وتخاف منه كده. لا ما تخافش خالص، ما تخافش خالص. انا ضمن لكم ما تخافوش، بس ذاكروا وذاكروا كده، هو ده اللي انا عايزه منه. بشكركم جدا على حسن الاستماع.